برامجها التنمويه ما تعلق منها بقطاع دائما في صيغه العمومي الايجاري والتي مجموعها 43 هذا ٤٤٣ وحدة سكنية موزعة كالتالي فيما يخص صيغة السكن العمومي الإيجابي ١٦٧ وحدة سكنية ببلدية جديرية ١٦٧ وحدة سكنية ببلدية جديرية ١١٠ وحدة سكنية ببلدية عين طار وتضاف إليها كذلك ١٢٠ وحدة مستقبلا في انتظار جاهزيتها للسكن سوف تسلم أيضا وفيما يخص بلدية القلعة ستستفيد من ٦٦ وحدة سكنية بلدية سيدي سعادة تستفيد من ٥٠ وحدة سكنية وكذلك بلدية عين الرحمة ستستفيد من ٥٠ وحدة سكنية هذا في صيغة السكن العمومي الإيجابي في صيغة السكن الترقوي المدعم الحاصلة ٢٢٦ وحدة سكنية ببلدية بنداول فقط السكن الترقوي المدعم ٢٢٦ وحدة سكنية ببلدية بنداول فيما يخص مقرر الاستفادة من السكن الريفي لإعادة بناء السكن الريفي المقدر عددها ب ٧٠٣ مقرر استفادة من الإعانة الريفية عبر مختلف بلديات الولاية أي ولاية غليزان على العموم أو في المجمل عدد السكنات المتوقع توزيعها والذي كان متوقع توزيعها لسنة 2021 هو ٦١٤١ وزعت منها ١٧٥٧ إذن هذا على العموم رقم هائل جدا رقم كذلك يبين مدى اهتمام الدولة الجزائرية بهذا القطاع قطاع السكن ومدى رغبتها في توفير العيش الكريم لأبنائها وبناتها من الجزائريين في مختلف السيرة حسب استطاعة وقدرة كل مواطن جزائري. طيب على كل اليوم كذلك نستأنف من جديد تنفيذ البرنامج المسطر والرزنامة المسطرة لتوزيع السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفية بالإضافة للسكن العمومي المدعم البيع اليوم كنا حضرنا مع بعض هذه البهجة والسرور الذي يعود من جديد إلى ساحة الولاية وذلك بتسليم 443 مفتاح كسكن عمومي إيجاري بالإضافة إلى تسليم 226 طبعا وحدة ريفية وعفوا للسكن العمومي المدعم البيع و703 إعانة لبناء سكنات ريفية طبعا بصراحة ربما وقع نوع من التعثر في قضية توزيع وهذا نظر للوضعية الصحية ونظر لمواعيد أخرى كذلك وطنية لكن نعيد المواطن الغليزاني بأننا سوف نصل في آخر المحطة إن شاء الله إلى توزيع كافة الحصة المرصودة اللي هي تقدر بحوالي 7400 وحدة سكنية عموما منها 6300 حوالي يعني أرقام سيدي شيفر 6300 وحدة عمومية إيجارية بالإضافة كذلك إلى ما تبقى من سكن ريفي هذا بالإضافة كذلك لأننا سوف كذلك نبذل كل جهدنا لانطلاق الفعل الإشغال الخاصة بالحصة الجديدة المقدرة ب 400 سكن عمومي إيجاري على مستوى الولاية بالإضافة إلى 200 أكثر من 200 سكن عمومي إيجاري أو عمومي مدعم على مستوى الولاية اختيار الأرضية تم وكذلك الإنجاز سوف نشرع فيه إن شاء الله بعد اكتمال دراسات الإجراءات الإدارية بالمناسبة وهذا ما يهم أكثر المواطن الغليزاني مدينة غليزان حقيقة في بعض الأحيان بالصدفة تقع عراقيل بالنسبة لتوزيع السكن طبعا كان غادرنا رئيس دائرة راح ترقى إلى أمين عام كلفنا بالمناسبة رئيس دائرة يلل بالإنابة على دائرة غليزان ولكن رئيس دائرة يلل كذلك عنده حصص يوزعها الحمد لله تم توزيع كل حصص في الأربع بلديات يلل عما قريب إن شاء الله نشهر القائمة عين الرحمة سيدي سعادة والقلعة اليوم سلمت المفاتيح للبلدية الثلاث باقي يلل إن شاء الله نشهر القائمة وسوف يشرع إن شاء الله السيد رئيس الدائرة في إعداد القائمة الخاصة بطبعا مدينة غليزان وأعيد مواطني مدينة بلدية غليزان بأننا سوف نشهر القائمة قبل نهاية السنة إن شاء الله العمل راه جاري من طرف اللجنة بدون يعني توقف فيما يتعلق بدراسة الملفات تحييل الملفات وإجراء التحقيقات الاجتماعية بالمناسبة كذلك نحن الآن بقصارى جهدنا للتكفل بإيجاد الحلول لبعض الأحياء الفوضوية اللي هو طبعا حي بن داود ونظن المواطن راه على بال واش نديرو حي كذلك النافيام ري التاسع يعني لا نافيام ري ونيفو دو غليزان ما يسمى غالبا بالخشة
سابقا بالخشة، بالإضافة إلى أننا سوف نشرع كذلك بمناسبة توزيع السكن على مستوى مدينة غليزان لمحاولة إيجاد بعض الحلول التدريجية للبناء الفوضوي على مستوى منطقة واد صفا. شكرا. صلاة السلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وسلم عليه. نشكر السلطات وعلى هذه المبادرة اللي داروا هنا، وانا مستفيد من بلدية عين الرحمة دائرة يلل، والله يرحم الشهداء، ونطلبوا من السلطات يزيدوا الشغل يشوفونا فينا في هذوك البلاد ان شاء الله ربي. من الساكن الاجتماعي من بلد عين الرحمة متقاعد من الجيش الوطني الشعبي، والحمد لله يا رب، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار ان شاء الله. الله والصلاه على رسول الله، ونشكر سيد ولي ولاه على راس الظهر. ثانيا بمناسبه الذكرى المزدوجه لاحياء مؤتمر صومام وهجوم قسنطيني ويوم المجاهد، نشكر رئيس ولي ولايه غليزان على تكريمنا بهذا السكن، وشكر والمجد والخلود لشهداء الابرار، والله شدنا في البلاد ان شاء الله. مواطن جزائري من بلديه عين الرحمه، استفدت من سكن عمومي إيجاري، نشكر السلطات الولائية على رأسها ولي ولاية غليزان اللي كرمونا بهذه المناسبة، والله يرحم الشهداء، والمجد والخلود للشهداء الأبرار. أمي درويش، استفادينا من السكن الاجتماعي، نشكر السلطات على رأسهم سيد الوالي ورئيس الجمهورية وسيد رئيس الدائرة ورئيس البلدية والأخ عزيز والأخ فارس، ونشكركم إخواننا التقنيين، والله يرحم الشهداء، والسلام عليكم. الله يسترهم. نشكر الرئاسة بزاف بزاف، كيما قلعوني من قبيله الله يحفظهم وربي نجيهم ان شاء الله ويرحم اللي مات، وحنا رانا مغبنا قلعونا من الغلب.